مرحبا واضح. أنا اسمي نوزات من أربيل ومشرف على هالمطعم الخيري الموجود خلفي. هون في كثير ناس بوسط سوق أربيل، يعني دخلهم اليومي يوصل تقريبا حق الأكل اللي يتغدون بها بالظهر، ففكرنا بفتح هالمطعم خيري ولمساعدة هالناس اللي يشتغلون داخل سوق أربيل. الساعة 12:30 يبدي التوزيع إلى الساعة 1 عدل. الله العالم كله يتغدى يكمل ولو. ونشكرهم على هذا الشيء طبعا. أتمنى من المحافظات العراقية هم يعني يشوفون العمل اللي سواه جروب قلياوة بأربيل ويأخذون الفكرة وإن شاء الله يسووها بغير محافظات بالعراق.